السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد إخواني الكرام. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح كيفية حذف حسابك من الفيسبوك نهائيا، أو كيفية تعليق حسابك الفيسبوك لمدة مؤقتة. دعونا نمر بسرعة، لكن قبل ذلك المرجو دعمنا بلايك والمرجو الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد، المرجو تفعيل زر الجرس وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائك. عند القيام بحذف حسابك فيسبوك أو تعليقه لمدة مؤقتة، تذهب إلى مباشرة إلى هذه المنطقة ثم تضغط على هذه المستطيلات الثلاث بالزاوية أقصى اليمين شمالا، ثم تنزل إلى الأسفل ثم تضغط على الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات، وستظهر لك مجموعة من الاختيارات منها المعلومات الشخصية، اللغة، عملية الدفع، الحساب والأمان، ثم ستذهب إلى إعدادات الخصوصية، أعتقد المنشورات العامة، ثم لدينا ملكية الحساب والتحكم فيه. إذا تضغط على ملكية الحساب والتحكم فيه، ثم ننتظر قليلا حتى يتم تحميل الصفحة. ثم لدينا هنا إعدادات إحياء الذكرى، ثم إلغاء التنشيط أو الحذف، إدارة معلوماتك. إذن نحن معنيين بإلغاء أريد إلغاء التنشيط والحذف. إذن يمكنك إلغاء تنشيط حسابك مؤقتا أو حذفه نهائيا من هنا، تضغط عن هذه المنطقة ثم سوف تختار إما إلغاء تنشيط الحساب أو حذف الحساب. إذن لإلغاء تنشيط الحساب يمكن أن يكون إلغاء تنشيط حسابك أمرا مؤقتا، سيتم تعطيل ملفك الشخصي وسيتم إزالة أسك وصورك من أكثر من الأشياء التي تمت مشاركتها، وستتمكن من متابعة استخدام ميسنجر. لكن بالنسبة للخيار الثاني، سيتم حذف حسابك بأمر نهائي. إذن عند حذف حسابك على فيسبوك، لن تتمكن من استرداد المحتوى والمعلومات التي قمت بمشاركتها على فيسبوك، وسيتم حذف حسابك على ميسنجر وكل رسائلك أيضا. إذن ستختار أيهما تريد، إما تلغي إلغاء تنشيط الحساب أو حذف الحساب نهائيا. إذن كان هذا شرح سريع لكيفية إلغاء التنشيط والحذف من الفيسبوك انطلاقا من هاتفك. إذن لا تنسونا من دعمكم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إخواني ليصلكم كل جديد، وشكرا.